السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم الخميس 19 من شهر آذار لعام 2020 ميلادي. درسنا لهذا اليوم لمادة العلوم. نبدأ بسؤال جميل: ما الذي يحرك الأشياء؟ ما الذي يحرك الأشياء؟ الجواب: إنها القوة. وتقسم القوة إلى قسمين: قوة سحب وقوة الدفع. وهناك أمثلة كثيرة في الحياة. المحارم الورقية نعتبرها قوة سحب. أيضا الباب، هنا قوة سحب أسحب الباب، وهنا أدفع الباب. ننظر هنا، هذا الطفل يدفع بالكرة. هنا نرى أن الطفل يسحب السمكة، استخدم قوة السحب يسحب السمكة. وهنا الأم الجميلة تدفع الطفلة إلى الأمام، قوة الدفع. هنا الطالب يدفع المسمار إلى داخل قطعة الخشب، إذن قوة دفع. بينما هنا قوة السحب من خلال سحب المسمار، هنا قوة السحب. وهنا يا أحبابي عندما تقومون بركل الكرة تسمى قوة الدفع. أما هذا المغناطيس يقوم بسحب الدبابيس، إذن قوة السحب يسحب الدبابيس. التي تحرك الأشياء هي القوة، إما أن تكون قوة سحب وإما أن تكون قوة الدفع. المطلوب: اذكر أمثلة على استخدامات القوة في الحياة. بحبكم، ماما ختام.